بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ننتظر الساعة، صارت الآن 4 إن شاء الله. نبدأ محاضرتنا من مطرح ما انتهينا الحصة الماضية. الحصة الماضية بدأنا نتكلم عن موضوع مهم جدا في هذا الكورس، اللي هو التعبير عن اللوجيك فانكشن as sum of min terms أو product of max terms أو sum of product أو product of sum. رح نيجي على كل هذه التفاصيل إن شاء الله. فابتدأنا نتكلم عن المنتيرز والماكستيرز، لكن بنعيد عليهم على السريع إن شاء الله. نكبر بس في عندي الفانكشنز اللي هنا مثلا، بس نشغل القلم. كما ترون قلنا في حالة التعبير عن الفانكشن، ماله مش راضي يشتغل. لحظة شوي، شكل السلك مش واصل كويس. أعتقد الآن والله أعلم صار يشتغل. طيب، كما قلنا في الحصة الماضية، عند التعبير عن function as sum of min terms ننظر إلى متى يكون function 1، ثم نأخذ المن تيرمز بالأرقام العشرية التي تكافئ الاحتمال تبعها in binary. فهذا بيكون M1، هذا بيكون M4، وهذا بيكون M7. للتعبير عن الفانكشن F1 as sum of min terms نقول عن ال F1 يساوي sum of M1 و M4 و M7، واختصارا ممكن نكتبهم فقط أرقام 1 و 4 و 7، وهذا هو يعني المشهور للتعبير عن function as sum of min terms. الآن قد يطلب منك sum of min terms in algebraic form. In algebraic form الحالة هاي كل من تيرم بتحط له الباينري اكوفلنت له، كان ثلاثة variables 0 0 1 عندي أنا x و y و z، فنقوم بالتعبير عن ذلك. محل الزيرو بنحط x prime y prime z، فهذا بيكون المن تيرم m1. الm4 بيكون x y prime z prime، والM7 بكون x y z. في الحالة هاي بنقول هذا التعبير عن function اللي هو هذا، بنقول عنه sum of min terms in algebraic form. أوكي يا شباب، هذا لوحده sum of min terms. إذا طلب منك in algebraic form بدك تحوله على شكل expression. أوكي، هلو، أوكي، واضح يا شباب؟ واضح. هلو، واضح دكتور. هل في حدا عنده أي تساؤل كيف حصلنا على الفانكشن in sum of min terms in algebraic form؟ لا دكتور، واضح. طيب تعال نشوف مدى الوضوح. الآن بالنسبة ل F2 برضو بنفس الطريقة، ننظر إلى الفانكشن متى بيساوي واحد، فبنلاحظ إنه عند ال M3 اللي هي 0 1 1، وعند ال M5 اللي هي 1 0 1، وعند ال M6 اللي هي 1 1 0، وعند ال M7 اللي هي 1 1 1. الآن هذا على شكل expression راح يطلع x prime y z، محل الزيرو بنحط prime ومحل الواحد بنحط المتغير. هذا ايش راح يطلع يا شباب؟ x y prime z، x y prime z. وهذا x y z prime، ممتاز. وهذا x y z، طبعا الحل موجود أيوة عندكم. أوكي، اللي طلعناه هنا. أوكي،
فهذه الطريقة للحصول على الفانكشن as sum of min terms. الآن قلنا ممكن أن نعبر عن الفانكشن أيضا بطريقة أخرى اللي هي product of max terms. خلينا نشوف الفصل اللي بعده. في حالة التعبير عن function as a product of max terms نذهب إلى الفانكشن as zeros. نشوف الزيروز تبعات الفانكشن. في حالة الماكس تيرز ننظر إلى الزيروز. نطلع إلى الزيروز. ونقول عن الاف 1 إنه يعبر عنه as a product. شكل product اللي هو السيمبل تبع product. الماكس تيرز M0 M2 M3 M5 و M6. فبنحط هون الـ 0 والـ 2 والـ 3 والـ 5 والـ 6. وقلنا هنالك علاقة بقدر أستنبط أرقام الـ max terms من معرفة الـ min terms. هي الأرقام المتبقية. أنا الأرقام كلها راح تكون من 0 إلى 7 لأنه عندي 8 3 متغيرات. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. الآن جزء منهم كانوا الـ min terms. الواحد والأربعة والسبعة. ما تبقى هم بكونوا الماكس تيرمز. الزيرو التو الثري الفايف السكس. واضح كيف بنحصل على أرقامهم؟ واضح دكتور. طيب الآن كيف نكتب الإكسبريشن؟ الإكسبريشن راح يكون على شكل product of max terms and algebraic form على شكل sums وبناتهم and. هناك بقين products وبناتهم sums. الآن لا sums بناتهم ands. كل قوسين بحددوا لي واحد منهم. الآن القوس الأول راح يكون للحد هذا. بنيجي بنعمل expression للx والyz وبعكس المنترز. محل الزيرو بنحط المتغير ومحل الواحد بنحط الكومليمنت. فهذا راح يكون x or y or z. إذن هذا أول حد اللي هو الm0. واضح يا شباب؟ واضح. ألو. نيجي على اللي بعديه هذا. مين بيقول لي 0 1 0 شو راح يكون؟ x زائد y prime or z. ممتاز. اذا هذا هو ال m2. ال m3 شو راح يكون؟ x or y prime or z prime. هذا ال m3. ال m5 شو راح يكون؟ x prime y z prime. x prime y z prime كلهم بناتهم إشارة زائد اللي هي إشارة الأور. وآخر واحد الـ M6 راح يكون x prime or y prime or z. إذن هكذا هي طريقة التعبير عن function as product of max terms in algebraic form. واضح يا شباب؟ ألو. واضح واضح دكتور واضح. طيب أوكي. إذن هذا اللي عملناه قبل شوية. أوكي. وهي التعبير عنه as a product of max terms in algebraic form. طبعا F2 بتركوا لكم as an exercise. So قلنا كلمة sum في اللوجيك تعني or وكلمة product تعني and. ماشي يا شباب؟ تمام دكتور. تمام دكتور. طيب الآن كم expression ممكن أحصل للfunction as sum of min terms؟ في الواقع عندك so many expression. There are 2 to the n min terms and 2 to the 2 n combination of functions with n boolean variables. ففي عندي يعني التعبيرات عن functions يكون في عندي ثلاث متغيرات, في عندي ثمانية من terms. الآن التعبير عن functions ممكن يكون واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فعندك so many expressions يعني من هاي المن terms. So لو أجينا قلنا الفunction التالي, هذا الفunction الآن is not sum of min terms لأنه المنتير المفروض يكون كل حد يحتوي على جميع المتغيرات. هنا في عندي الفانكشن F يتكون من expression
الحد الأول A والحد الثاني B prime C. هذا لا يطلق عليه sum of midterm، وإنما يطلق على هذا sum of products. عادة sum of products بتكون صورة مبسطة عن sum of midterm. sum of midterm هي أعقد صورة ممكن تكتبها لأي function، لكن لماذا نعبر عنها؟ رح نيجي إن شاء الله بالكورس ليش بنعبر أحيانا عن الفونكشن sum of midterms or product of maxims. إحنا في النهاية بنحبه يكون في أبسط صورة. الآن إذا أعطيت function like this in sum of product وطلب منك عبر عنه as sum of midterms، في الواقع في عندي طرق كثيرة للحصول على الفونكشن as sum of midterms. الطريقة اللي شارحها الكتاب إنك تيجي على كل حد وتحاول تحوله إلى ثلاثة لترز في هذه الحالة. يعني عندي هنا ثلاث متغيرات، فبقول الحد الأول A، ماذا ينقصه؟ ينقصه الB والC. فبقول لو عملت له AND مع الB or B prime أنا ما عملتش إشي لأنه هذا يساوي واحد، ولو عملت له AND مع الC or C prime برضو ما عملتش إشي. وإذا فكيت راح يطلع عندي AB or AB prime، وبدي أعملها ANDing مع الC or C prime فراح يطلع عندي ABC or ABC prime or A B prime C or A B prime C prime. هذولا كلهم بنتجوا عن الحد الأول اللي هو A. فالA هنا كان literal واحد، عشان نحوله إلى من terms معناته كل حد يجب أن يكون يحتوي على ثلاثة literals، فبالتالي هذا راح يكون الM7 وهذا راح يكون الM6 وهذا راح يكون الM5 وهذا راح يكون الM4. فالA لحالها في الواقع عبارة عن أربعة من تيربس. الآن نيجي على الحد الثاني اللي هو الB prime C، هذا ينقصه الA، فبنيجي على الB prime C وبنقول بنعمل له ending مع الA or A prime. أنت لما تعمل مع الA or prime أنت ما عملت شيء لأنه هذا يساوي واحد، فهذا راح يطلع عندك A B prime C or A prime B prime C. الآن بتقارن الجزء هذا مع الجزء هذا، فإذا في تشابه بأعد الحدود بتخلي واحد. مثلا عندي A B prime C، هذا الحد هذا موجود هون كمان، فتبقي منهم واحد، فخلص هذا بتشيله وبتخلي الحد هذا اللي يمثل لي الM1. إذا بقول على الفونكشن تبعي إنه يساوي sum of 1 و 4 و 5 و 6 و 7. واضح يا شباب؟ واضح دكتور، واضح. طبعا هذه الطريقة ممكن يعني أنت تخربط فيها وأنت تفكفك الأقواس في الآخر، أنا بدي أعلمك طريقة أسهل، ماشي؟ تمام. طيب خلينا نعلمكم الطريقة الأسهل للحصول على sum of midterms. أنا عندي الحد الأول، باجي بقول أوكي أنا عندي المتغيرات A و B و C، بحط هيك، باجي بقول الحد الأول عندي منه ال A فقط، فبقول بحط واحد، لو كان A prime بحط زيرو. ماشي يا شباب؟ تمام. إلى شو اللي ناقص؟ اللي ناقص حدين ال B و C. ال B و C بما أنهم اثنين لهم أربع احتمالات، يا بكونوا زيرو زيرو، يا بكونوا 01، يا بكونوا 10، يا بكونوا 11. وهذا في الواقع راح يعطيني كم من احتمال؟ راح يعطيني طبعا الاي ثابت عندي على الواحد، فهذا بيعطيني الام 4 والام 5 والام 6 والام 7. واضح؟ واضح. نيجي على الحد الثاني بي برايم سي، وخلينا لونه باللون الثاني. B prime C محل البي بحط زيرو لأنها prime، ومحل السي بحط واحد. اللي ناقص عندي مين؟ اللي ناقص عندي الA. الA معناته الاحتمالين زيرو وون، هذول بثبتهم على قيمهم اللي هي زيرو وون، وبالتالي هذا رح يعطيني الآن الM وون، وهذا رح يعطيني الM فايف. بلاحظ أنه الM فايف تكرر معي هون وهون، بشيل واحد منهم وبخلي فقط M5 واحد، وهيك بكون استنبطت الفانكشن تبعي as sum of midterms. واضح يا شباب؟
تمام طبعا اذا بدك اياه ان الجبري 4 محل الواحد بتحط المتغير ومحل برايم محل الزيرو بتحط برايم وهذا A برايم A B برايم B B برايم C برايم وهذا راح يكون A B برايم C هذا راح يكون A B C برايم وهذا راح يكون A B C وأخيرا الوان راح يكون A برايم B برايم C أوكي أوكي دكتور هذا عنده أي مشاكل أبدا طبعا إذا أريد أردت أنك تعرف يعني as product of max terms أنا مجرد ما عرفت sum of min terms بالطريقة هاي the product of max terms هو الأرقام المتبقية شو ظل عندي أرقام الصفر والاثنين والثلاث مزبوط تمام أوكي إذا سهل جدا إذا عرفت واحدة عرفت تطلعها ما sum of min terms زي ما علمتك product of max terms الأرقام المتبقية اوكي يا شباب تمام مين اسهل لا الطريقه الثانيه دكتور ثاني اوكي طيب ممتاز الطريقه الثانيه مش موجوده بالكتاب ولا بالسلايدات فاللي بيحب يعني يتعلم بده يكتب وراي او يكون محضر نوتس انا بنصح طبعا تكون طابعين السلايدات هاي على ورق وكون انت اثناء المحاضره عندك قلم هيك وتخربش وتحط نوتات في حدا بيعمل هيك؟ دكتور أنا طبعا ما بدي أمشي بالموضوع هذا لأنه الطريقة اللي شرحت لكم إياها أسهل بكثير من طريقة الكتاب فخلص أنت اعتمد الطريقة اللي علمتك إياها تمام دكتور طيب كيف نحول من شكل إلى شكل؟ معروف في هذه إذا قلنا إذا في عندي function معروف as sum of min terms the product of max terms هي الأرقام المتبقية فإذا أردت أن أعرف expression للfunction in the product of max terms وكنت عارف sum of min terms سهل جدا أوكي الآن طيب دكتور بدي أسألك نعم الطريقة الثانية اللي حليناها قبل شوي نعم إيه حبتنا الرقم نقول له 1-1 طيب البي والسي كيف يعني أي أساس حطنا الأرقام إنك مش متابعتني يا مليتي لما جينا قلنا لما قلنا الـ A expression عندي فقط فيه الـ A مظبوط؟ الـ A هذه بدي أثبتها أنا في الـ expression تبعي فراح تظلها A موجودة فيه كلياتهم في الأربع لأنه في عندي أربع احتمالات للـ B والـ C إما بكونوا B prime C prime وإما بكونوا B prime C وإما بكونوا B C prime وإما بكونوا B C مظبوط؟ مضبوط خلص تمام دكتور وضحت؟ وضحت طيب الحمد لله اوكي كما قلنا واحد حب يعرف الفانكشن in sum of mid terms يعطيك العافية دكتور تفضلي عمي اسف على المقاطعة تفضلي دكتور صار عندي ظرف تسمح لي اطلع من المحاضرة بسمح لك تفضلي شكرا اوكي ف التعبير عن الفانكشن sum of min terms او product of max terms اذا عرفت واحد الثاني يعرف تلقائيا بتكمل الارقام المتبقية فقط ماشي يا شباب اوكي اذا انا طلب مني اعرف الكومبلمنت للفانكشن مثلا خلينا ناخذ على الاكسبريشن اللي كان قبل شويه لو أجينا على الفانكشن هذا اللي هون لو قلت لك ما هو الـ F prime تقول الـ F prime عكس الـ F محل الـ 1 0 محل الـ 0 بحط 1 فرح يكون 1 هون 0 هون 1 هون 1 هون 0 هون 0 هون 0 هون 0 هون فلو قلت لك عبر لي عن F prime as sum of min terms بقول لي الـ F prime يساوي الوحدات فرح يطلع عندي هذا وهذا 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 اللي هم الزيرو والتو والثري مزبوط يا شباب لاحظ انه الاف نفسه كان ايش كان الواحد الاف نفسه شو كان الواحد والاربعة والخمسة والستة والسبعة
إذا الاف برايم هو الأرقام المكملة اللي هن الأرقام تبعت الماكس تيرمز الفانكشن. فأنا الفانكشن اف أيضا ممكن أعبر عنه as a product of max terms اللي هم الزير والتو والثري. فهذا فالاف برايم أرقام الاف برايم كصم هم أرقام الماكس تيرمز. واضح؟ واضح دكتور. اوكي ناخذ امثله. suppose I have the following. طبعا هذا السلايد بالاصل فيه خطا فانا ضفت الخمسه هاي بالاحمر هو من عندي. اوكي فبدك انتبه في السلايدات الاصليه بجوز مش معدل عندك مش عارف انا بدريش اني اللي رفعته معدل ولا مش معدل لانه في بعض السلايدات عدلتها ورفعتها وفي بعضها يعني ما رفعتها للطلاب. فانتبه في المحاضرات اذا في اخطاء زبطها. اوكي اوكي دكتور. كيف عمي؟ معدل. معدل طيب في سلايدات في المستقبل شو راح تلاقيها مش معدله. ان شاء الله يا رب تكون معدل ببيتك. طيب اذا في عندي sum of midterms 1 3 6 7 البرودكت راح يكون ارقام المتوقعه 0 و2 و4 و5. السلايد الاصلي في الواقع الخمسه ما كانت ايش موجوده فيه. ف اوكي إذا كما قلنا الكانونيكال فورمز اللي هم صم اوف مينتيرز برودكت لا تكون عادة الأقل في عدد الحدود أو الأقل في عدد الليترز هم عادة الأكثر. الآن في عندي ستاندرد فورمز اللي هم الصم اوف برودكت وبرودكت اوف صم اللي بيكونوا بشكل أبسط. فالشكل اللي شفناه قبل شوي وقلنا لكم هذا از نوت صم اوف مينتيرز هو كان عبارة عن A هذا إن كان A أور B برايم C هذا بنسميه احنا صم اوف برودكتس. إذا بدك تحوله أوف صم أوف مينتيرز معناته كل حد بده يصير عندك في ثلاثة لترز فهذا بتحول لي إلى أربع حدود وهذا بتحول لي إلى حدين وقلنا إذا في حدود متشابهة بتلغي واحد فطلع عندنا حد متشابه. فالإكسبريشن لما يكون الحدود لا تحتوي على جميع المتغيرات بنسميه صم أوف برودكتس فهذا يسمى ستاندرد فورم بينما الصم أوف مينتيرز وبرودكت أوف ماكسيمز تسمى كانونيكال فورمز. واضح يا شباب؟ تمام طيب اذا لو جينا على هذا الفانكشن اف 3 وقلنا لك الفانكشن هذا من اربع متغيرات الشكل اللي احنا شايفينه هذا sum of midterms ولا sum of products هو sum of products لانه البرودكت يشمل المينتيرمز لكن هل هو sum of midterms ولا لا؟ هل أستطيع أن أعبر عنه أصلاً في الترمز جبر عادي؟ شو الأرقام؟ هل كل حد يحتوي جميع المتغيرات؟ هلو؟ لا يا دكتور. نعم بلا دكتور. بلا إذا كانوا أربع متغيرات كل حد فيه أربع متغيرات. طيب شو هم الحدود المنترمز؟ محل برايم بحط زيرو. ومحل اللي بدون برايم بحط واحد إذا هذا أول واحد إيش الثلاثي اللي بعده A B C برايم D برايم يعني 1 1 0 0 شو بدي يكون 12 بقول F3 هو عبارة عن المنتر 3 و 12 مزبوط يا شباب مزبوط دكتور طيب الآن عندما نعبر عن الفانكشن إن كانونيكال فورم أو ستاندرد فورم في الواقع الامبلمنتيشن تبعه بكون عبارة عن تو ليفل إذا افترضنا الفاريبل والكومبلمنت تبعه متوفرات يعني مش بحاجة لإنفرتر عشان أحصل على الواي برايم على سبيل المثال هذا طبعا راح نشوفه بشابتر خمسة إنه ممكن كيف ممكن أحصل على المتغير والكومبلمنت تبعه إحنا قلنا إذا في عندك واي عشان تحصل على واي برايم بلزمك نط أوبريتر حتى تحصل على الواي برايم لكن ستجدون في شابتر خمسة أنه عادة هذه المتغيرات تخزن في دوائر نسميها الفليب فلوبس بكون المتغير والكومبلمنت تبعه موجودين بنفس اللحظة فإذا كنت حاطط هذا الواي الواي برايم بكون متوفر فإذا افترضنا هذا الافتراض أنه المتغير والكومبلمنت تبعه متوفر فأي إكسبريشن على شكل sum of product
أو product of sum يمكن عمله بما يسمى two level implementation. level أول وليفل ثاني. الليفل الأول بيكون من ands والليفل الثاني بيكون عبارة عن or. أوكي. الآن ماذا يهم عدد الليفلز في الدوائر؟ في الواقع عدد الليفلز في الدائرة بيؤدي إلى سرعتها، يعني يقيس السرعة تبعتها. قلنا إنه كل جيت لما إحنا بنيجي بنغير الانبوتس على جيت، افرض في عندي and جيت وكان الانبوتس كلهم عليهم لوجيك 1، شو الاوتبوت بده يكون عندي هون؟ شو بده يكون الاوتبوت؟ هلو and والانبوتس كلهم 1، شو بده يكون الاوتبوت؟ بده يكون 1. طيب الان لو اجينا قلنا هذا الانبوت فجأة قلب إلى زيرو، شو بده يصير الأوتبوت عندي هون؟ زيرو. طيب فورا بصير، ورح يصير زيرو، بس it takes time. هذا التايم إحنا بنسميه propagation time delay، لأنه في عندي ترانزستورات جوا، هذا الترانزستور بده يقلب من on لأوف أو من off إلى on. عملية القلبان هذه تؤدي إلى شحنات تتفرغ أو تنشحن، يعني يا بصير على الأطراف شحنات يا بتتفرغ. عملية تفريغ الشحنات أو شحن شحنات يا إخواني بيأخذ وقت، مثل ما أخذته في دوائر الآر سي سيركت. لو عندك بطارية وجيت حطيت مفتاح وحطيت معه مقاوم مكثف وجيت فجأة سكرت المفتاح، يا هل ترى الجهد اللي على البطارية مثلا لو كان 5 فولت هل سيظهر مباشرة على المكثف؟ لا دكتور، وقت بده وقت. إذا طلعت على شكل الفولت على المكثف بتلاقيه بهالشكل هذا، تيستقر على الخمس فولت it takes infinite time. طبعا في RC أو time constant بعده بتصل إلى 0.7 أو 7 أعتقد. فنفس القصة موجودة في الدوائر الرقمية، عندك سويتشات أنت ترانزستورات، هاي الترانزستورات تقلب من on إلى off أو off لأن، والجنكشن تبعتها بسموها junction capacitance، في زي كاباسيتر موجود بشكل طبيعي على الأرجل تبعته، وبالتالي لما بيقلب من on إلى off أو off إلى on بيحتاج إلى وقت. لذلك أنا لما بكون في عندي gate وعليها 1 1 1 وفجأة هذا بيقلب لزيرو، الأوتبوت اللي كان هون 1 ما بيقلب فورا إلى زيرو بنفس اللحظة، وإنما it takes time. فهذا time اللي بلزمني علشان الإفكت تأثير الانبوت هذا يظهر على الأوتبوت بنسميه propagation time delay. أوكي يا شباب؟ تمام دكتور. طيب إذا لما يكون في عندي أنا الدائرة من two levels وقلت لك the propagation time delay للجيت الآن هذه عبارة عن 5 نانو سكند، وأيضا للأور جيت 5 نانو سكند، وقلت لك حصل تغير على الانبوت سون، إذا بدي يحصل تغير على الأوتبوت بسبب التغير اللي في الانبوت قديش بده وقت حتى يظهر؟ عشرة نانو سكند. عشرة نانو سكند 100%، لأنه أنت بتأخذ الأسوأ. فلو كان التغير في هذا، افرض أنه هذا كان صفر، أو كان يس افرض أنه هذا كان صفر وهذا كان واحد بالأصل وهذا كان صفر. الآن الأصل أنه هذا أثبت عندي واحد، لكن أجينا مثلاً أحد الانبوت اللي هون كان 1 وقلبنا إلى 0، سوف نحتاج إلى 5 نانو سكند تيقلب هذا الواحد إلى 0، بدي 5 نانو سكند تصير 0. طيب هذا 0 مع 0 مع 0 بده يصير هذا 0، بده كمان 5 نانو سكند. ففي عندي propagation أنا للإفكت للتأثير بده ينتقل من ليفل إلى ليفل آخر. كلما زاد عدد الليفلز كلما زاد الوقت اللازم انتظاره حتى أكون متأكد من صحة الأوتبوت. فإذا أنا بدي أقرأ هذا الأوتبوت ما بصير أقرأه قبل ما يأخذ الإفكت تأثيره. فإذا واحد قال لي في عندي هون في لحظة معينة غير الإنبوت، بقول له لازم أستنى على الأقل 10 نانو سكند بعدين بقرأ الأوتبوت حتى يكون هذا يعكس العلاقة الصحيحة ما بين الإنبوت والأوتبوت، لأنه إذا أخذته قبل هيك بكون التأثير لسه مش ظاهر وبقرأ قراءة خاطئة. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. وهذا مهم جدا في الدوائر،
الرقمية، وسرعة الكمبيوتر عادة تحدد بأطول زمن موجود في الدائرة مثل هيك، يعني عادة التغيرات بتكون محكومة بكلوك. الكلوك ثابت مثلا بسرعة 1 جيجا هيرز أو 2 جيجا هيرز حسب الكمبيوتر. فإذا والتغيرات بتحدث مع الكلوك، فإذا عند اللحظة هذه مثلا إحنا غيرنا على الانبوت وأجينا عند اللحظة هذه قرأنا الأوتبوت، فلازم يكون الوقت ما بين تغيير الانبوت وقراءة الأوتبوت على الأقل أكبر من اللونجست بروبوجيشن تايم. إذا في الحالة هاي مثلا لو كان عندي 5 نانو سكند و5 نانو سكند، لازم أقول لازم التايم تبعت البيريود هذه لازم تكون أكبر من 10 نانو سكند. في الحالة هاي بقول الفريكوانسي لازم تكون لا تزيد عن الفريكوانسي، لازم تكون أقل من 1/10 نانو سكند. ففي الحالة هاي كم تطلع هذه؟ بده يصير عندك هنا 10^10^8، يعني تكون أقل من 100 ميجا هيرتز. الفريكوانسي لازم تكون أقل من 100 لازم فريكوانسي تكون أقل من 100 ميجا هيرتز. إذا حاولت أشغل الجهاز على مثلا 200 أو 300 ميجا هيرتز، اللي راح يصير إنه أنا راح أقرأ داتا هون في اللحظة هاي، يعني بصير عندي سرعة like this، والداتا لما بقرأها بتكون الإفكت تبع الإنبوت لساته ما ظهرش على الأوتبوت، وبالتالي بقرأ داتا خاطئة. فاللونجست تايم ديلي الموجود في السيركت عندي بيحدد لي السرعة اللي ممكن أشغل عليها الجهاز. كلما زاد هذا التايم كلما قلت التردد اللي ممكن أشغل عليه جهازي. واضح يا شباب ليش؟ واضح دكتور. في حد عنده أي أسئلة؟ طيب كم الوقت صار؟ إيش الساعة صارت؟ 32. طيب ماشي الحال. الآن قلنا التعبير عن الفونكشن as sum of product أو product of sum هو في الواقع يحتاج two level implementation، وهو الستاندرد فورم اللي ممكن أعبر عن عليه فيه على أي فونكشن، أي logic function يمكن أن نعبر عنه إما as sum of product أو product of sum. وبالتالي إذا افترضنا المتغيرات والنط تبعهم موجودين، كل فانكشن ممكن ينعمل دائما بتو ليفلز. لكن احيانا لا يتوفر عندي مثلا انا 3 انبوت اور، ما عندي 3 انبوت اور، بروح بستخدم الاسوشيتيف بروبرتي بقول هاي الاور بدي اعملها بثنتين like this. في الحاله هاي انا زدت ليفل، صار عندي ليفل زياده، بدل ما كان 2 ليفل صاروا 3 ليفلز. اذا كلما زدت عدد الليفلز كلما قل التردد اللي ممكن اشغل عليه دائرتي، لانه بزيد التايم ديلي. واضح يا شباب؟ دكتور سؤال بسيط. تفضل. يعني الليفل مربوط بعدد الاور ولا عدد الاند قصد؟ هذا اسمه ليفل. ليش؟ لو صار عندي تغير على الداتا، الان لو صار تغير على الواي لوحدها هون يؤدي إلى تغير هون، ليفل واحد راح يطلع لي، بس إحنا بنحكي على الأبطأ. مين اللي بكون أبطأ في التغيير؟ إما الجيت هذه يحصل فيها تغيير أو الجيت هذه. فهذا الجيت إذا حصل على الانبوت هون تغيير، هذا الليفل هذا بنسميه ليفل، فأنا بحاجة إلى تايم ديلي هون علشان يظهر عندي الإفكت تبعهم على الأوتبوت الآنس. واضح؟ واضح دكتور. وهذا بدوره بده يدخل على الاور جيت اللي هون وبيأثر عليها، وبالتالي كمان لازم استنى التأثير على هذه، وبالتالي صار في عندي ليفل ثاني هون، هذا ليفل وهذا ليفل. واضح؟ تمام دكتور. تمام دكتور. طيب الان لما بنعبر ان نون ستاندرد فورم مثل هذا الشكل، هذا از نوت ا ستاندرد فورم، اوكي، لا هو سم اوف برودكت ولا هو برودكت اوف سم، A, B, or C في D, E
This is another way of representing logic functions. هذا لو بدك تيجي تبنيه، هاي عندك الدي اور اي، هيها بدك تعملها اندنج مع السي، هاي الاند، ثم بدك تعملهم اورنج مع الاند تبع الاي بي. لما تيجي تعد الليفلز بتقول اوكي في عندي ليفل هون وعندي ليفل هون وعندي ليفل هون، صاروا كم ليفل؟ صاروا 3 ليفلز. ماشي يا شباب؟ ماشي دكتور. لكن بيجي واحد بيقول لا انا السرعه والله مهمه عندي، وبالتالي انا بدي اعيد شكل الدائره هذه بس بحافظ على الفانكشناليتي، بدي احافظ على نفس الفانكشن، فبقول لك خليني انا افك القوس هذا اللي هون، فهذا القوس راح يصير سي دي اور سي اي، وفي البدايه هون عندك الاي بي، الان صار على شكل ايش؟ سم اوف برودكتس، هاي الاي بي وهذه السي دي وهذه السي اي، وبحطهم على اور جيت، وصار في عندي الان فقط تو ليفلز، ليفل هون وليفل هون، فانا قلصت عدد الليفلز وبالتالي زدت السرعه. واضح؟ قلصت التايم ديلي. قلصت التايم ديلي نعم، بس يعني على الكوست انه بدل ما استخدم تو انبوت اورز صرت بدي 3 انبوت اور. اوكي تمام دكتور. طيب اذا دائما اذا عبرنا عن الفانكشن بالستاندرد فورم سم برودكت او برودكت اوف سم لا نحتاج اكثر من تو ليفلز اذا اشترطنا انه الفاريبل والكومبلمنت تبعه متوفرات، اما اذا الكومبلمنت تبع المتغير مش متوفر فانا بحاجه الى 3 ليفلز على الاقل، لان في الحاله بدي نط عشان احصل على الكومبلمنت. الان بنيجي الى الاذر لوجيك اوبريتورز. كما قلنا احنا في عندي بيسك اوبريشنز في الجبر المنطقي اللي هم الان والاور والنط، هذول بنسميهم البيسك اوبريشنز. لكن لو اجينا احنا على احتمالات اللي ممكن اعمل فيها فانكشنز، طبعا الان قلنا بيعطيني واحد فقط في حالي واحده اللي هو لما يكون بوث انبوتس ار لوجيك 1، ففي عندي هذا مثلا هو الان اللي هو الاف 1، F1 بيمثل لي الآن، وفي عندي الأور اللي بيعطيني كلهم ونز ما عدا لما بكون زيرو، يعني هذا هذا الأور. النط طبعا ممكن يكون نط X أو نط Y اللي هو عكس ال X أو عكس ال Y، يعني هذا مثلا هذا مثلا عكس ال X هذا نط، وأيضا إذا أخذت 1 0 1 0 1 0 1 0 هذا برضو نط، بس هذا نط واي، هذا نط اكس، هذا نط واي. فأنا البيسك فانكشنز اللي عندي هنا من احتمالات ممكنة أعملها للفانكشنز في عندي 16 احتمال، لأنه أنا في عندي هنا أربع أسطر أحط فيهم زيروز وونز، لكل واحدة ممكن أحط صفر أو واحد، وبالتالي 2 قوة 4 عندي 16 احتمال أعمل فيها فانكشنز. في الواقع احنا في عندي اللي بنستفيد منهم فقط هم البيسكس الثلاثه هذول، وكمان في عندي تو فانكشنز مشتقات من البيسكس، واحده اسمها الناند يعني نط اند، وهي عكس الاند. الاند 0001 في عندك شيء 1110، هاي هذا بنسميها النط اند او الناند، هذه برضو من الجيتس المشهورة جدا والمستخدمة بشكل كبير في الدوائر المنطقية. السبب انه في الواقع يعني تكلفة صناعتها بتكون ارخص من تكلفة صناعة الاند والاور والنط، وبالتالي راح نشوف لها اهمية كبيرة هذه الجيت، هي وعكس الاور ايضا اللي هي النور، فالنور اللي هي راح تكون 1000 هذه هذه مثلا تسمى النور. إذا هذول برضو تو بيسك جيتس مهمات جدا في المنطقة الرقمية، لكنهم مش بيسك عفوا، هم تو امبورتنت جيتس، أنا قصدت البيسك يعني مهم. البيسك جيتس هم الآند والأور والنط اللي ممكن تعبر عن أي لوجيك فانكشن فيهم.
لكن في عندي الجيتس هذول المساعدات الناند والنور، هذول ايضا لهم اهميه كبيره بسبب رخص تكلفتهم بالنسبه للجيتس الاساسيه. ويمكن كما سنرى يسمى يونيفرسال جيتس لانه ممكن ابني اي لوجيك فانكشن من هذا النوع لوحده. يعني اي لوجيك اكسبريشن بامكانك تبنيه باستخدام الناند لوحدها او باستخدام النور لوحدها كما سنرى ان شاء الله في الحصص القادمه. الان في عندي كمان other two functions من هذه التيبل مهمات جدا اللي هم الـ XOR والـ XNOR. الـ XOR هو function بيعطيني واحد في حالة اختلاف الـ inputs، يعني إذا اختلفوا الـ inputs بيعطيني واحد وإذا تشابهوا بيعطيني زيرو، فهذا هو الـ XOR function. وعكسه اللي راح يكون 1001 1001، هذا يسمى الـ XNOR. وهذولا كمان two functions and very important اللي هم الـ XOR والـ XNOR، راح نشوف لهم تطبيقات كثير في العمليات الحسابية في chapter 4 وفي الـ parity اللي بتتذكروها حكينا عنها في الـ ASCII code. لما نيجي نخلي الـ parity even أو odd راح نستخدم الـ XOR أو الـ XNOR كـ functionality. هذولا تنقول أهم gates. في عندي gate وحيدة أخيرة تسمى البفر، وهذه بتعطيني نفس شكل الانبوت. النط قلنا بتعكي العكس، تنطي العكس. النط إذا دخلت X هون بتعطيني X برايم، البفر بكون هيك شكله X وبيعطي X. مثلا وين في عندي هذا بفر، هذا بفر X. وفي عندي للواي 0101، هذا مثلا بفر للواي. هذول الفانكشنز قد تستغربوا بوجود جيت عشان نعملهم. بيجي واحد يقول لي وش عملوا للجيت؟ طيب انا باخذ من الاكس من هون وخلاص واشلك ووديه على المكان اللي بدي اياه، ليش بدي احط لي بفر لايك ذس؟ في الواقع راح نيجي احنا ونشوف اهميه هذا البفر لما بنتكلم عن الفان اوت للدائرة. في الواقع الدوائر الكهربائية يا إخوان مثل ما بنقول عنها هي دوائر كهربائية في لها قدرات. لما باجي بقول أنا في عندي AND gate وحطيت عليها input A و B، هذا الـ input A و B رح يزودوني voltage وتيارات كهربائية. ولما باجي بطلع هون output برضو في عندي قدرة معينة للجهد هون والتيار اللي بكون طالع من هون. فالكارت اللي بيطلع من الجيت في له حد أقصى، إذا زاد عنه الجيت هذه بتبطل تشتغل صحيح. ففي إيش اسمه الفان آوت. الفان آوت يعني قدرة الدائرة هذه على ربط أو إرسال الآت تبعها إلى أكثر من جيت. فلو فرضنا أنه هذا الآت تبع الآن بده يروح مثلا لأور وبدي يروح لإكسكلوسيف أور وبدي يروح لناند وبدي يروح لنط وإلى آخره. الآن كم من جيت أخرى ممكن آجي أربط على هذا الأوتبوت؟ هذا يسمى الفان أوت. فإذا قلنا الفان أوت 10 معناها ما بقدر أربط أكثر من 10 جيت على هذه الدائرة، لأنه إذا ربط أكثر من هيك ما بتقدر تعطيني تيار كافي يشغلهم بشكل صحيح. فهنا جاء دور ما يسمى البفرز. البفرز وظيفتها تكبر التيار الكهربائي. فلو عندي أنا AND gate وبدي أربطها على 15 والفان آت تبعها 10، ممكن أجي أعمل كالآتي. أحط بفر، عفوا بفر هون وبفر هون، وأجي أربط على هذا مثلاً 7 وأربط على هذا 8 جيتس. الآن بالنسبة للآتبوت اللي عندي هون، لو سميت هذا الآتبوت مثلاً عندي XY هنا وعندي الآتبوت اللي هون اللي هو XY، هذا الـ XY في الواقع موجود هون وموجود هون، لأن البفر فقط بيعطي نفس اللوجيك لكن بصير زي تكبير للتيار الكهربائي. بالنسبة للجيت هذه هي شايفة فقط 2 loads، شايفة فقط 2، فأنا مش مخالف الفان آت تبعها. اللود تبعها is two gates only، فمش فيش violation للفان آت.
وكل واحد من هذول مثلا يستطيع أن يزود بعشرة، هذا رابط عليه خمسة وهذا رابط عليه ثمانية. الآن الأوفر أول بالنسبة لهذه الجيت كأني أنا ربطتها على 15. فالبفر يعتبر أيضا من الدوائر المهمة في يعني الدوائر الرقمية للمحافظة على الجهد والتيار الكهربائي المناسب. واضح يا شباب أهمية البفر؟ واضح دكتور. في أحد عنده أي أسئلة؟ قد اشتغلت الساعة معاكم؟ إلا ربع. 40. طيب إذن إحنا الآن نلخص الفانكشنز اللي بتهمنا. الفانكشنز اللي بتهمنا في شغلنا قلنا الآند. أوكي، في عندي الإكس أور، الأور، النور اللي هي رمزها السهم هذا لتحت، وفي عندي الناند اللي رمزها سهم لفوق الناند، وفي عندي كما قلنا الإكس أور والإكس نور. الإكس نور طبعا هي الكومبلمنت للإكس أور، لكن زمان كانوا يعني يعطوها السيمبول التالي، يعطوها دائرة وجواتها نقطة. الإكس أور دائرة وجواتها بلس، فهذا عادة كان الشكل تبع الإكس نور، لكن بالنسخات الحديثة بطل يحطوا هذا السيمبول وصار يقول حطوا البرايم. فأنت لما بتشوف إكس إكسكلوسيف أور واي برايم اعرف انه هذا اكس نور. اوكي، واذا ما كان في برايم فهذا هو الاكس اور. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طيب اذا هذول هم الفانكشنز الاساسيات اللي راح نشتغل عليهم طول الفصل. طول الفصل راح نشتغل على الاند، على الاكس اور، على الاور، على النور، على الناند، على النط. طبعا النط موجودة عندي الكومبلمنت بسميه احنا، في كومبلمنت للواي وفي كومبلمنت للاكس. الكومبلمنت اوكي، فقديش صاروا الاند والاور، وين الاند والاور والنط، وفي عند النور والناند، وفي عند الاكس اور، وفي عند الاكس نور. بسموها الايكوفالنس فانكشن احيانا. ليش بسموها الإكوبلنس فانكشن؟ نرجع للتيبل السابقة. قلنا الإكس أور تعطيني واحد في حالة الاختلاف. الإكس أور هذه الإكس أور تعطيني واحد عندما يختلف الإنبوتس، وبتعطيني زيرو إذا تشابهوا. الإكس نور العكس، الإكس نور عكس ذلك تماما. الإكس نور بتعطيني واحد في حالة تشابه الإنبوتس، وبتعطيني زيرو في حالة اختلافهم. فالإكس نور عندي اللي هي عكس هذه، وين هي؟ الون زيرو زيرو ون ون زي هاي. خليني أعمل كلير في الأول. هذه الون زيرو زيرو ون هي الإكس نور، وهي عكس الإكس أور. هاي الإكس أور. الآن هذه تسمى أحيانا الإكويفالنس فانكشن. ليش؟ أعطتني واحد لما تشابه الإنبوتس صار R equivalent. الإنبوتس لما يكونوا equivalent بتعطيني واحد، ولما بيكونوا مش equivalent بتعطيني زيرو. عشان هيك بيسموها أحيانا equivalence function، وتسمى أيضا even function. XOR تسمى odd function. أوكي يا شباب، رح نيجي عليهم بالتفصيل إن شاء الله يعني في المحاضرات القادمة، والإكس أور والإكس نور والناد والنور بشكل كبير راح نشتغل عليهم. الله يعطيكم العافية. الآن بدي استراحة، نصلي العصر وراح نرجع إلى حصة مراجعة وحل مسائل لأي استفسارات بدكم إياها، مثل ما وديتكم بالإيميل. بالساعة 5 للساعة 6 راح يكون في عندي حصة مراجعة للي بحب يسأل أي أسئلة على نفس الرابط تبع المحاضرة هذه. أوكي يا شباب. دكتور رح تسجل المحاضرة؟ إن شاء الله بسجلها برفع لكم إياها. تمام دكتور، يعطيك العافية. عشان تغيبي يعني؟ لا دكتور، شغلة. إذا ما جاش حدا ما رح أسجل إشي. أوكي؟ تمام دكتور. خير إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. يمكن أتأخر شوي عن 5 لأن بدي أتوضى وأصلي العصر. طيب.
تمام دكتور، معلش بدي أحكي لك شغلة. تفضلي احكي. بدك تنزلنا محاضرة اليوم؟ أنا أنوار، بدك تنزلنا محاضرة اليوم على الإي ليرنينج؟ إن شاء الله. دكتور كنت عم بكتب معك ملاحظات، فالنت عم بيقطع كتير، فيعني بصراحة ما لحقت أكتب كل إشي. طيب إن شاء الله كانت تروح. أنا بنزلن وبعدين في لي محاضرات قديمة، إلي ثلاث محاضرات ثلاث فصول سابقة. دكتور عارفة إنه في محاضرات قديمة، بس لأني كنت عم بكتب معك. بنزلها يعني إن شاء الله. طيب إن شاء الله بنزلها. أهلين يا يعطيك العافية دكتور.